كانت رعية مار يوسف للاتين بجبل عمان بعيد شفيعها القديس يوسف العامل، وذلك بقداس احتفالي ترأسه الأب وسام منصور راعي الكنيسة بمعاونة الأب ماريو وبحضور جمع من المؤمنين. واحتفالاً بالشهر المريمي شاركت المرنمة ميرا حبش أبناء الرعية بأمسية قدمت خلالها مجموعة من الترانيم المريمية المميزة. اليوم العيد كان مميز لأنه أيضاً بيجي بانطلاقة وبداية الشهر المريمي، الشهر اللي منكرم فيه أمنا مريم العذراء بتمثلنا فيها وتمثلنا بفضائلها. فاليوم حاولنا نحيي القداس والأمسية المريمية احتفالاً بهذا العيد الكبير وبشفيعنا القديس يوسف، وحتى الناس تشعر بعمق ومعنى الشهر المريمي. أردنا أنه نبدأ بهاي الانطلاقة الجميلة مع بنتنا وبنت الشبيبة ميرا حبش بصوتها العذب والملائكي اللي ساعدت فيه المؤمنين أنه يشعروا بقيمة ومعنى هذا الشهر المريم العظيم اللي من خلاله منعبر عن محبتنا وإكرامنا لأمنا مريم العذراء من خلال تشبهنا فيها وتشبهنا بفضائلها. فشكرا للجميع، شكرا للنورسات للتغطية، وإن شاء الله بتكون هاي الأيام أيام نعمة وبركة للجميع بحماية أمنا مريم العذراء، وكل سنة وانتم سالمين.